بكرة بمشيئة الله في لقاء المقاولين وزد الساعة 4 ولقاءين الساعة 7. الدراويش هيلعب مع نادي فاركو. نشوف فتوح، فتوح يلعبها لشيكا، شيكا لكن فيها اوف سايد، فيها اوف سايد، فيها اوف سايد. محمد يوسف براية من المساعد الاول احمد صلاح بيقول فيها اوف سايد. ادي فتوح مش اوف سايد، وادي العرضية لشيكابالا، وسيف الدين الجزيري اعتبره مشارك في الكورة وفيها اوف سايد. هيرجع للفار، هدف، احتسب الهدف الخامس، حسب الجول الخامس، وست دقايق، ست اهداف وست دقايق، 5-1. شيكابالا مان اوف ذا ماتش، شيكابالا مان اوف ذا ماتش. الخط الازرق سابق الخط الاحمر، ما يبقاش اوف سايد، تبقى اون سايد.